موقعة الكبار ما بين القادسية والعربي دائما ما تكون خارج الحسابات، فعلى الرغم من ظروف الكتيبة العربوية والتي ستلعب هذا الموسم من دون أي محترف بعد العقوبة التي أصدرها الاتحاد الدولي الفيفا لكرة القدم على العربي بشأن مستحقات محترفين سابقين في القلعة الخضراء، إلا أن انطلاق دورينا شهد لقاء الكبيرين الأصفر والأخضر. القادسية عمل كل شيء في عالم كرة القدم من أجل هز الشباك، وكان الأفضل والأجدر بخطف الفوز مضيعا أهدافا محققة، وانتظر حتى العشر دقائق الأخيرة ليسجل القادسية هدف التقدم عن طريق سلطان العنزي، لكن العربي لم يستسلم واستغل خطأ فادحا كان بين خالد الرشيدي حارس القادسية ومدافعه المحترف النيجيري إيبابوي بكر بالوقت بدل الضائع، خاطفا حسين الموسوي هدف التعادل الأخضر وحارما في الوقت نفسه القادسية من الفوز، ليتقاسم العربي والقادسية نقاط المباراة. فرحة العربي كأنها فرحة فوز اليوم، ليس تقليل من نادي العربي، ظروف نادي العربي اليوم يعني أنه أجبرت أن يكون في الوضع هذا، أنت عارف بالنسبة للعقوبات وبالنسبة للظروف الموجودة، يعني بالعكس شايف العربي فرحان بالتعادل، احنا نتكلم يعني السيناريو اللي صار يعني مستحيل، يعني أكبر متفائلين ما كان متوقع اليوم، كان ممكن المباراة تنتهي من الشوط الأول، لكن نجم كابتن عبد الغفور حارس نادي العربي كان أحد نجوم المباراة. قدر الله ما شاء فعل، خير يعني شو نقول، هذا اللي بدنا نقوله، كم مستوى الفريق قدم بس لكن ما كتبت لنا ثلاث نقاط، ان شاء الله تتعوض تو الناس دوري طويل ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، نقطه ثمينه من فريق مثل القادسيه، فريق كبير صاحب بطولات محترفين بلاعبين الخبره، اكيد نقطه ثمينه باخر الوقت. احنا مرينا بظروف صعبه اكيد، لكن هذه خلاص مرحله وعدت، احنا نفكر بالمرحله هذه ونفكر بالجاي، في 30 لاعب ريال ان شاء الله بالملعب قادر ان يسكر على 1000 محترف باذن الله، والحمد لله رب العالمين. سجلنا هدف يعلن هدف من خطأ، وهذه كرة القدم، يعني اليوم تعطي من يعطيها داخل أرض الملعب، احنا قدمنا كل شيء، لكن للأمانة اليوم كرة القدم ما أنصفت القادسية، لكن إن شاء الله مباراة القادمة، احنا تونا في بداية الدوري، نضيع اليوم نقطتين إن شاء الله تعوضها في مباريات الجاية إن شاء الله بحول الله. ما يختلف اثنين على الظروف اللي يعانيها العربي، ظروف صعبة، موسم قاسي، بس الحمد لله العربي باقي بشعاره، باقي بلاعبينه، في جهاز فني، جهاز إداري، الكل عطى، كان منظومة، لعبوا بروح، قاتلوا لآخر الدقائق، الحمد لله سجلوا التعادل وقدرنا نطلع بنقطة، وإن شاء الله الجاية أفضل إن شاء الله للعربي. هذا وقد شهدت الجولة الأولى في ختام مبارياتها، فوز النصر على حساب فريق الفحيحيل وبثلاثة أهداف نظيفة، ويتربع بذلك على الصدارة مع انطلاق منافسات دوري فيفا الممتاز لكرة القدم فريق الكويت. رائد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.